في إطار مكافحة التهريب والغش والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتنفيذاً للبرنامج الشهري للنشاط العملياتي للفرق الجمركية لشهر أوت المنصرم، وعلى إثر نشاطات ميدانية متمثلة أساساً في نصب حواجز جمركية منفردة تندرج في إطار المهام الرقابية التي تطلع بها المؤسسة الجمركية على الإقليم الجمركي، تمكن أفراد الفرقة المتعددة المهام بالمسيرة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بعريريش والواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف من إحباط عدة عمليات تهريب لبضاعة محظورة كانت أو تم إدخالها للإقليم الجمركي عن طريق التهريب، متمثلة أساسا في حبوب وأدوية مصنفة ذات الخصائص المؤثرة عقليا لذات المصالح، التي حققت 7 عمليات متفرقة مكنت من حجز 47,560 قرص من الحبوب المهلوسة المصنفة ذات الخصائص المؤثرة عقليا من نوع بريغابالين 300 ميلي جرام، تم اكتشافها بعد التفتيش الدقيق للمركبات المشبوهة مخبأة بإحكام داخل تجاويف وأجزاء هذه المركبات. كما تم على إثرها إذن تشكيل ملفات منازعاتية ضد المخالفين، تقديم 11 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة، الكشف عن هوية 7 أشخاص بصفة مستفيد أو شريك أو مستفيد من الغش، وكذلك حجز 7 مركبات مستعملة للغش، كما تم فرض الغرامات المالية المستحقة، وهذا وفقا للإطار التشريعي ساري المفعول. للإشارة أنه منذ مطلع سنة 2021 إلى غاية نهاية شهر أوت المنصرم أحبطت مصالحنا سواء في عمل ميداني منفرد أو من خلال التنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى 23 محاولة تهريب لهذا النوع من البضاعة، والتي مكنت من حجز ما يزيد عن 148,000 قرص مهلوس، وهذا ما يعكس بالطبع يقظة وفطنة وحنكة أفراد الجمارك وتجندهم الدائم للتصدي لكل أنواع الجريمة، كما يعزز الدور الحمائي للمؤسسة الجمركية في مجال حماية الصحة العمومية وأمن وسلامة المواطنين.